عندي إعاقة بصرية. الحمد لله أنا تغلبت على ذلك وقدرت أن أنا أوصل أكمل تعليمي في جامعة القاهرة قسم تاريخ كلية الآداب بتقدير جيد. بعد ذلك انتقلت إلى محافظة مطروح لإتمام دراسات الماجستير. الحمد لله قدرت أن أنا بعد ذلك أكمل دراستي، تكملت دراسة الدبلوم التربوي جامعة مطروح. بعد ما خلصت التمهيدي الماجستير قررت أن أنا لازم أسجل رسالة ماجستير، بس ما تكونش رسالة مكتوبة على ورق، أنا عايزة رسالة نابعة من مشكلة جوايا أنا حاسة بيها، والمشكلة دي لها أهمية في المجتمع وبيعاني منها الطلاب ذوي الإعاقة البصرية. لقيت أن الطلاب عندي أن هم بيبقوا معايا في مرحلة الابتدائي، بعد كده بينتقلوا من المرحلة الإعدادية والثانوية للدمج، أن المعلمين ما عندهمش الخبرة الكاملة أن هم يقدروا يتعاملوا مع الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، لأن هم ما يعرفوش يعني إيه طريقة برايل، ما يعرفوش الأدوات اللي هم بيستخدموا. لذلك أنا قررت أن أنا أشتغل على النقطة دي، قررت أن أنا أسجل رسالة ماجستيري بعنوان فاعلية برنامج قائم على التفكير فوق المعرفي في تنمية مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح. أنا قدرت أن أنا الحمد لله أطبق البرنامج، الطالبات بدأوا أن هم الحمد لله يتقنوا تعلم مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل. دلوقتي ان الطالبات اللي انا قمت بتدريبهم حتى لو هم بقوا لهم فرصة عمل حاليا ان هم يقدروا يشتغلوا مع طلاب ذوي اعاقة بصرية من مرحلة رياض الاطفال، خلاص الطالبة دي او المعلمة دي بقت عندها الخبرة الكاملة. اول طالبة ماجستير من ذوي الهمم بتناقش رسالة ماجستير في رحاب جامعة مطروح. على مدار سنة واربع شهور او ثلاث شهور كنا متواصلين مع بعض حتى ان هي فعلا تخطط الماجستير، وكانت بالفعل جديرة ان هي تاخد درجة الماجستير.